اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كان سؤالنا على الفيسبوك من امبارح: هل تؤيد مطالب بعض الاحزاب والقوى الثوريه في الذكرى الثانيه للثوره باقاله الحكومه والنائب العام وتعديل الدستور؟ 76% بيقولوا نعم، 24% بيقولوا لا. شاركونا رايكم. لنهايه الحلقه هنعرف ميل الناس لبكره، الاغلبيه حتى الان بتقول ايوه. خلونا نعرف الاتجاه العام بيقول ايه. طيب النهارده العشرات من المعتصمين بميدان التحرير نظموا مسيرات تجوب الميدان، رددوا هتافات منها: الشعب يريد اسقاط النظام، القصاص للشهداء. طبعا الاشتباكات اللي قلت لحضراتكم اللي اسفرت عن اصابه 3 ضباط ومجندين 2، اتجددت الاشتباكات اكتر من مره لحد شويه قريبين. بتستخدم قنابل مسيله للدموع، بيلقى مولوتوف وحجاره على افراد الشرطه في الطرف الاخر، راحت سياره من الجيش محمله بالحجاره لاعاده بناء الجدار العازل. بيان رسمي لوزاره الداخليه قال ان العامدين وعقيد شرطه ومجندين من قوات الامن المركزي اصيبوا اثناء منع معتصمي التحرير من هدم السور الخرساني الموجود بتقاطع شارع الشيخ ريحان مع قصر العيني. تم نقل المصابين الى مستشفى الشرطه. خلينا نطمئن على حال اخواننا. معايا السيد اللواء اسامه اسماعيل، مساعد وزير الداخليه. مساء الخير سياده اللواء. مساء الخير سياده. اهلا يا فندم. سيادة اللواء، ماذا حدث اليوم في شارع القصر العيني؟ لماذا وقعت اشتباكات مبكرة قبل 25 يناير؟ هو بالنسبة لأحداث شارع القصر العيني، كان فجر اليوم مجموعة من الأشخاص قاموا بإزالة بعض الحواجز الأسمنتية اللي موجودة واللي هي بتمثل حاجز امني لتامين المنشات الهامه اللي في تلك المنطقه. تم احتواء الاشخاص اللي قاموا بهذا هذه الافعال لتهدئه الموقف، ويعني الموضوع تم احتوائه في حينه، الا ان فوجئنا ظهر اليوم بقيام بعض الاشخاص بالقاء الحجاره والمولوتوف واطلاق اعيره في اتجاه القوات، وحصلت الاصابات زي ما سيادتك ذكرتها. الاجهزه الامنيه واجهزه البحث الجنائي بتبذل جهودها لتحديد مرتكبي تلك الوقائع والعمل على ضبطه. نعم. طيب حاله الضباط والجنود نطمئن عليها؟ انا كنت قريت ان في مجموعه منهم خرجت بالفعل من المستشفى. هو الاصابات بطلقات خرطوش، في اصابات جسيمه في 2 من المجندين، في اصابه مجند في عين يمنى واصابه مجند اخر في عين يسرى، وهي دي اصاباتهم اللي جسيمه بالفعل، وبقيه الحالات تحت العلاج. هل هذا مؤشر بالنسبه للداخليه ان في غدا الامر لن يكون يسيرا او سهلا؟ اللي تم خلال متابعه الاحداث خلال ال 48 ساعه، بعض الاتجاهات كانت حاولت تقطع المواصلات العامه في بعض في احدى محطات مترو الانفاق. بعض الاتجاهات قاموا بحصار مبنى البورصه المصريه. احنا طبعا رصدين بعض المحاولات، واحنا يعني بنحاول ان احنا نمهد لاحتفالية باكر في احياء ذكرى الثورة، الا ان الاحداث اللي بتحصل دلوقتي في القصر العيني واضح منها تعمد الاحتكاك بالقوات لافساد الاحتفال بهذه المناسبة او توجيهها اتجاهات اخرى، الا ان الاجهزة الامنية انا بؤكد انها اصبح عندها الخبرة التفرقة ما بين المظاهرات والمسيرات السلمية وبعض الاعمال اللي بتمثل خروج على القانون. وكان مثال ما حدث في ميدان التحرير، كان هناك مظاهرات سلميه على بعد مسافه بسيطه في ميدان سيمون بوليفار، كان في احداث من بعض المندسين تعدي على المنشات الخاصه وبعض الممتلكات. تم ضبط تلك العناصر في الفتره السابقه وتم تقديمهم لجهات القضاء، وبالفعل صدرت احكام بالسجن والحبس عليهم في الاونه الاخيره. طيب
خطة وزارة الداخلية سيادة اللواء بكرة هتتعاملوا مع المظاهرات في مصر كلها ازاي؟ امتى الداخلية هتستخدم سلاح؟ امتى الداخلية هتضطر للمواجهة؟ هتتعاملوا ازاي مع واقع متسع زي بكرة؟ بالفترة الأخيرة كان طبعا في ضوء رصد جميع الأجهزة لاحتفالات إحياء ذكرى الثورة 25 يناير، السيد الوزير عقد اجتماعات مع قادة الأجهزة الأمنية وتم وضع الخطط يعني على أساس محور أمن المواطنين. إحنا المواطنين بيهمنا أمنهم في المظاهرات السلمية والمسيرات السلمية، أمن المنشآت الهامة والممتلكات الخاصة، ودول محاور خطط التأمين. وإن شاء الله الأجهزة على كافة المناطق في البلد يعني في المحافظات مستعدة لمواجهة الاحتفالات اللي احنا بنتمنى انها تطلع بصورة سلمية. هل هناك تسليح لبعض افراد قوات الامن غدا؟ منظومة التسليح حاليا لا تتجاوز الغازات المسيلة للدموع، الا ان في حالة التعدي على المنشآت الهامة او المنشآت الشرطية فيتم مواجهتها وفقا لقواعد القانون وما تسمح به من استخدام الأسلحة. هل بالفعل سيادة اللواء تم نقل عدد من المساجين من بعض السجون التي قد تتعرض إلى أي خطر ونقل الأسلحة من أقسام الشرطة إلى أماكن سرية؟ لا، دي استعدادات تأمين المنشآت، دي قواعد عامة موجودة وبتطبق في كافة المواقع الشرطية لمواجهة أي تداعيات. نعم، سيادة اللواء أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة لوزارة الداخلية، بشكر حضرتك جدا. في بكرة منصة واحدة بتجمع الثائرون أو المتظاهرون غدا في ميدان التحرير. وزير الداخلية قال إن احنا مستعدون لمشاركة المواطنين مسيرتين في ذكرى ثورة 25 يناير ونؤمن التحرير من الداخل من الخارج. 15 حزبا وحركة إسلامية يحتفلون بذكرى الثورة أمام الإنتاج الإعلامي وبيهددوا بثورة جديدة لإقامة الدولة الإسلامية حال الانقلاب على مرسي. أبرز هذه الأحزاب حزب الإسلامي ذو الخلفية الجهادية وحازمون وحركة طلاب الشريعة وأنصار الشريعة، وبنقول لهم أهلا وسهلا تنوروا. أيضا هناك 16 مسيرة من مختلف ميادين مصر في الذكرى الثانية للثورة تحمل أسماء وصور الشهداء. المسيرات هيبقى فيها الشهيد عماد عفت، مينا دانيال، لا لأخوانة الدولة، الحرية للمعتقلين، العدالة الاجتماعية، النصر للثورة، الحرية للصحافة، كفوا أيديكم عن الأزهر، تقنين وضع جماعة الإخوان. خلونا نشوف الأول تقرير عن مؤتمر صحفي القوى السياسية حول الاستعدادات لثورة 25 يناير ونرجع نكمل باقي أخبارنا. يعني في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الوطن ونحن بين يدي ذكرى ثورتنا، سعيا من جبهة الإنقاذ لتفعيل الدور السياسي لشبابها، أعلنت الجبهة اليوم عن تأسيس ما يسمى بشباب جبهة الإنقاذ. يسعد جبهة الإنقاذ الوطني أن تعلن انضمام وتوحد كافة القوى الشبابية في الأحزاب والحركات المكونة لجبهة الإنقاذ. احنا بندشن كيان اسمه شباب جبهة الانقاذ، هو جزء لا يتجزأ من جبهة الانقاذ الرئيسية او القيادة لجبهة الانقاذ. احنا الزراع الشبابي والجماهيري لهذه الجبهة اللي ممثل فيها غالبية القوى السياسية والوطنية الموجودة في مصر. تلاقي الاجيال المختلفة، في لانه انا اعتقد ان المأمورية صعبة وتحتاج الى استمرار كبير وتحتاج الى اجيال متواصلة من اجل ان تكمل مسيرة الثورة. وجودنا مع شبابنا يؤكد توجه جبهة الإنقاذ على اختلاف توجهاتها الأيديولوجية بأن سياسيين مصر القدامى بيؤمنوا بدور الشباب وتواقين إلى أن المرحلة القادمة يتسلم هذا الشباب الراية منا وأن احنا نستريح. وفي أول فعالياته أعلن الشباب عن مشاركتهم في ذكرى 25 من يناير بالتظاهر لما اعتبروه ضرورة لاستكمال أهداف الثورة. اطلعنا على خريطة
شفت المسيرات اللي طالعه من الاحزاب الممثله في المكتب التنفيذي لجبهه الانقاذ واللي طالعه من الاحزاب داخليا، وقررنا ان احنا كشباب الجبهه وكقيادات الجبهه مشاركين في كل المسيرات اللي طالعه بكره. الشعب المصري بعد سنتين من اندلاع الثوره كل ومل من فكره ان مفيش حاجه بتتحقق، بالعكس احنا بنزداد تدهورا بنزداد عناء. تصوري كمان ان هيكون في اعتصام، يعني احنا مش هناخد القرار باعتصام الا اذا الميدان اخده او كافه الميادين اخذتها. الشغل بعد كده على مستوى الثور يعني هيحدده الشارع واحنا معاه. شباب فاهم الخريطة السياسية ومقتضيات العمل السياسي. أنا أتصور مطمئن على إصراره للعمل والاستمرار في النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة. توحد شباب الأحزاب والحركات السياسية في جبهة قد يبني لهم قاعدة أوسع، مما يعلي من توقعات مراقبين بأن يختلف دورهم القادم عن ذلك الذي أدوه في ثورة يناير. بسنت شحاتة، ممكن. شكرا بسنت. الدكتور محمد بديع النهاردة في رسالة الأسبوعية قال إن بعد ثورات الربيع العربي شبه الأحوال بعد ثورات الربيع العربي بأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لقد بدأ رسول الله البداية الصحيحة التي تبدأ بها كل نهضة هي بناء الإنسان الصالح على أسس من العقيدة الصحيحة، ثم العبادة الصفية، ثم إصلاح الأرض كلها وعمارتها. وقال كان هناك أعداء في الداخل والخارج من المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان ويمتلئون حقدا وحسدا للجماعة الناشئة. خدوا بالكم تعبير الجماعة عن الرسول عليه الصلاة والسلام والجماعة الحالية. كان هناك اليهود الذين التوت فطرتهم بعدما حرفوا كتبهم، وكان هناك أعداء الخارج من مشرك مكة وما حولها من مشرك العرب، وكان من وراء ذلك أعداء الروم والفرس الذين هالهم أن يتوحد العرب في دولة جديدة. كل هذا واجهه النبي في رحلة جهاد شاقة كان قد أعد عدتها بتربية الجيل الصالح والصف المؤمن. وقال لقد استدار الزمان دورته وبدأت النهضة الإسلامية من جديد في بلاد الربيع العربي. احنا لسه ما شفناش نهضة إسلامية، شفناش نهضة خالص لا إسلامية ولا غير إسلامية. تتخذ من رسول الله القدوة الحسنة، هو طول عمر رسول الله وقدوة حسنة لنا، ونتمنى أن يكون سلوكنا دائما في قدوة بالرسول عليه الصلاة والسلام في بث الروح وبث الأمل وتجميع الجهود وتوحيد الصفوف ووضع الخطط وتحديد المراحل واتخاذ الحيطة ورصد الأعداء ومقاومة المكائد، وكل ذلك بعد تحديد الهدف والغاية. وأضاف نهضتنا إسلامية وحضارتنا إيمانية ومدنيتنا إنسانية ورسالتنا نشر السلام في ربوع العالم ورد الإنسانية إلى ربها لتسعد في الدنيا قبل سعادة الآخر. إحنا نفسنا نسعد قبل الدنيا وقبل العالمين، ونشوف إحنا عايزين نسعد، إحنا عايزين كل الحاجات الحلوة دي عايزين نشوفها. المصريين الأحرار أكد في بيان له اليوم أن خروج ملايين المصريين غدا لا يستهدف الاحتفال بذكرى ثورة يجري اختطافها، ولكن انتفاضة المصريين وغضبتهم في هذا اليوم لن تتوقف إلا بعد تحقيق الأهداف الآتية. خلونا نعرف الأهداف من الأستاذ أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار. مساء الخير يا أستاذ أحمد. نور يا فندم. أستاذ خير، أهلا بيك، كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب فندم. مش للثورة. نعم، لمولد النبي. لمولد النبوي. اه نعم. انت مش شايف ان الثوره بمرور عامين يجب التهنئه بها؟ لا طبعا. فين الثوره؟ فين الثوره؟ طيب ايه الاهداف اللي حضراتكم طلعتوها النهارده وقلتوا ان هتفضل الانتفاضه دي قائمه لحين تحقيق هذه الاهداف؟ الحقيقه هو الفكر السائد سواء كان في حزب المصريين الاحرار او في جبهه الانقاذ ان البلد طبعا النهارده بتمر بظروف قاسيه جدا وشديده الصعوبه بعد طبعا ثورة عظيمة، مش بس هزت العالم بأسره ولكن هزت وجدان الشعب المصري وغيرت المعادلة الوطنية السائدة من اللي احنا عشنا عليها 60 سنة من مفيش فايدة إلى ارفع راسك فوق أنت مصري. الحقيقة إنه بعد الأمال الرهيبة تعلق بها هذا الشعب متصورا أن الأمر قد حسم وأننا على الطريق السليم وعلى الديمقراطية إلخ إلخ إلخ، إذا بنا نفاجأ بجماعة تريد أن تتحكم في كل شيء وتحتفظ بكل شيء لنفسها، سواء كان ذلك في تشكيل وزاري، قرارات تمكين، حركه محافظين، اعلانات دستوريه، جمعيات اساسيه باطله، مرار الدستور باطل بكل المقاييس، مستغلين. ما اعرفش حضرتك سمعت خطاب الرئيس دلوقتي لسه مخلصه؟ سمعت جزء منه قبل ما ادخل على الهواء. الحقيقه انا سمعت يعني بتفاجئ برضو كل مره انه بيتكلم عن دستور مثالي، سياده الرئيس بيتكلم عن دستور مثالي مش واخد باله الظاهر
انه الدستور ده اول حاجه اتعملت فيه بعد الاستفتاء عليه انهم عاوزين يعدلوه وطلبوا ان هم يتكلموا عن المواد الخلافيه. اذا هذا الدستور ليس مثاليا ولا اي حاجه. ثوره الحقيقه بعد سنتين النهارده، بدل ما كنا نتكلم عن الدستور ونتكلم عن التمكين ما سمعناش رئيس الجمهوريه بيتكلم اي حاجه عن التعليم والناس اللي مش عارفه تعلم عيالها، عن لقمه العيش، عن مستوى المعيشه، عن البطاله، عن الرعايه الصحيه المنعدمه. يعني الحقيقه ما نقدرش هنا ان احنا نتكلم عن الثوره. ولما خرج الشعب للشارع من 22/11 قبل كده بيطالب بالتغيير يا استاذ خيري والاعتراض على ما يحدث، لم نجد رد فعل واحد من جماعته ومن الا انه قيل لنا كيف تعترضون على رئيس منتخب شرعي، واتهم الشعب اللي خرج انه يطالب برحيله بانه ضد الشرعيه. وهنا الحقيقه قبل ما نتكلم عن اي اهداف احنا كلنا عارفينها لابد ان نتحدث عن الاتي: واحد، ان حسني مبارك كان شرعيا يا استاذ خارجي وخرجت الجماهير تطالب برحيله. اثنين، حسني مبارك جاء عن طريق الصناديق ولكنها كانت مزوره. ولا نستطيع ان ننكر اليوم ان كم التجاوزات والانتهاكات والتزوير اللي تم سواء في الانتخابات اللي جرت بعد الثوره او الاستفتاءات اللي جرت بعد الثوره لم يتم التحقيق فيها كذلك، وهناك اسئله كثيره ستطرح نفسها في المستقبل واستقر النظام الحالي للاجابه عليها سواء كان دلوقتي او بعد كده. ثلاثة، الانتخابات اللي اتكلم عليها السيد الرئيس اللي بيطالب فيها ان احنا نبث الوعي للشعب المصري والوعي السياسي للشعب المصري، لسه من 10 دقائق بيتكلم فيها. الانتخابات دي موعدها تم تحديده وفي جماعه تعلم هذا الميعاد واحنا نعلم هذا الميعاد. الانتخابات دي انا مش بقول لا تهديد ولا اي حاجه، انا راجل مواطن غلبان، انما ان لم تتم في مناخ محترم عادل شفاف لن تمر على خير ابدا. وعلى فكره موضوع ان احنا نطلع ونتكلم ويقول ونقول في الصحافه المستفزه والاشراف والكلام ده، الشعب المصري شعب ذكي جدا وشعب واعي جدا وهيعرف اذا كانت هذه الظروف والمناخ مناخ عادل لاقامه انتخابات ولا لا. نعم. رئيس الجمهوريه استاذ خيري لابد من ان يتدخل فورا، ولابد من ان يبذل اقصى ما في وسعه لعلاج حاله الانشقاق والانقسام الرهيبه التي لم تشهدها مصر من قبل. وبدال ما بقى يسيب الجماعه بتاعته والحزب والمتحدثين الرسميين وغير الرسميين اللي بيطلعوا لنا يدونا دروس في الوطنيه واداب وقواعد المعارضه، عليه ان يستمع جيدا الى اهات واعتراضات الشعب اللي ايده واللي ما بيأيدوش، والا فان الامور ستتصاعد الى مرحله قد نندم عليها جميعا. نعم. وعليه ان يجيب اسئله بكره في ذكرى ثوره يناير العظيم، اسئله كثيره كنا طرحناها عليه كمعارضه. ايه اللي بيحصل في سينا لما يطلع في خطاب النهارده احتفالا بالمولد النبوي الشريف؟ كان عليه ان يتحدث عن ما يحدث في سيناء، ماذا فعل في منظومه الامن في مصر، ما طبيعه العلاقه بقطر، ماذا يحدث في قناه السويس، ماذا تنتظر قطر في المقابل، هل ستعد مصر على المعونات والمساعدات ام ان هناك خطه طويله وقصيره؟ هو قال في الاسماعيليه النهارده ان قناه السويس لن يمكن ان تكون مشروع نهضه ومشروع نهضه. نعم. يعني الحقيقه وكفايه بقى يا فندم، ما معرفش انت حياتك في البرنامج ما سمعتش الحديث، ما يعني يبدو ان قدر هذا الشعب انه عاش بيتكلم على نظام سابق كان بيتكلم عن مدسه ولهو خفي، ثم فوجئنا النهارده بهذا النظام يتحدث عن الثوره المضاده. ويعني مش عارف انا مين هي الثوره المضاده، هل الثوره المضادة؟ هل السيد الرئيس قال ده في الخطاب النهارده برضه؟ قال احنا بنحارب الثوره المضاده، مش عارف يقصد مين بالثوره المضاده، والكلام بقى كتير قوي. احنا نعلق الشماعات كما كان يحدث في النظام السابق، كل ما يحصل اي حاجه يقول في ناس عايزه مش عايزه امن البلد، في ناس مش عايزه استقرار البلد. بيتهيألي ان احنا تعاوننا وفي ناس كتير قوي من المعارضه وفي جبهه الانقاذ كانوا واقفين وراه في الانتخابات بتاعته، وفي ناس غيرهم منهم انا شخصيا لما كانوا بيدعونا علشان خاطر نتكلم ونتحاور في لغه الحوار اللي هو بيقول الحوار الوطني، برضه النهارده في الحديث بتاعه بيتكلم عن الحوار الوطني واهميه الحوار الوطني. بقول له يا سياده الرئيس مفيش داعي انك تتخذ القرارات مع الجماعه ثم بعد كده تدعونا عشان نرقع القرارات دي ونشوفها نقدر نطلع منها بايه. وهو برضه قال النهارده في الخطاب بتاعه انه لا يبحث حقوق لنفسه، وانا مصدقه والله، بس هو برضه لازم ياخد باله ان الجماعه هي اللي بتبحث عن الحقوق، الجماعه هي اللي بتبحث عن السلطه. قد يكون هو الراجل مش عايز السلطه والحقوق وعايز العدل والكلام ده،
بس مش معقوله ان احنا هنعيش على الشيزوفرينيا بقى مش واخدين بالنا ان في جماعه قويه جدا. فمصر النهارده بعد الثوره لا تستحق كل هذا، واعتقد ان من كلامي ده قدرت اوصل لحضرتك ايه هي. بشكرك جدا. واضح واضح دكتور احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار. النهارده دكتور مرسي في الاسماعيليه قال ان قناه السويس لا يمكن ان تكون غير مصريه الموقع والانتماء والاداره والاراده، ولا يملك احد على الاطلاق في مصر او غيرها ان يقول غير ذلك. احنا عارفين ان في مخاوف كتير عن الوجود القطري بشكل مكثف في الاستثمارات المصريه. في بعض الوثائق سربت امس في صحف لبنانيه بتتحدث، في صحيفه الديار اللبنانيه بتتحدث عن لقاء خاص ما بين رئيس وزراء ووزير خارجيه قطر والرئيس مرسي، وان الرئيس عرض عليه مصنع للحديد، مصنع مهم في مصر، وانهم تحدثوا في المشاريع وحجم الاستثمارات وحاجات كده. الدكتور طارق الزمر القائد البارز في الجماعه الاسلاميه وحزب البناء والتنميه قال ان غدا يوم فاشل، وقال ان كل الدعوات لحشد القوى لاسقاط الرئيس ده شيء فاشل جدا. هذا الحشد المستمر والدعوات تتم في اطار المحاولات المستمره لجر مصر الى العنف. الامريكان بيحذروا رعاياهم وبيقولوا لهم خدوا بالكم ما تتحركوش في محيط التحرير والاماكن والاسكندريه ككله، منطقه القائد ابراهيم. وقالوا ان رغم ان الاخوان قالوا انهم مش نازلين، لكن قد يكون هناك عنف غدا. قالوا ان المعارضه ممكن يكون هناك اطراف اخرى ما حدش عارف. فانتوا عارفين الامريكان بيراعوا قوي وبياخدوا بالهم من رعاياهم. يا ترى في حد ممكن يكلم الرعايا المصريين في مصر ويقول لهم يعملوا ايه؟ هطلع فاصل، بعد الفاصل هستقبل ضيوف الاعزاء. معايا النهارده نخبه، دكتور عمرو حمزاوي زميل عزيز استاذ العلوم السياسيه عضو جبهه الانقاذ الوطني، استاذ احمد ماهر المنسق العام ومؤسس حركه شباب 6 ابريل للجبهه الديمقراطيه، دكتور شعبان عبد العليم امين حزب النور ببني سويف عضو مجلس الشعب السابق، دكتور خالد حنفي القيادي بحزب الحريه والعداله عضو مجلس الشعب السابق. خلونا نشوف قراءات الغد ما بين اتجاهات سياسيه مختلفه يمكن ان تقود الى ايه، وتيجوا نقارن بكره هو اللي قلناه النهارده اتحقق ولا في انفصال. زي ما عمرو حمزاوي قال اوعوا تصدقوا ان كل الموجود ده بيقدر يأثر في الشارع او يوجهه. نلتقي، هنشوف تقرير دلوقتي عن تاريخ الالتراس ونرجع تاني نستقبل ضيوف الاعزاء. بدأوا في مدرجات الدرجة الثالثة شمال وانتهوا الى لعب دور سياسي هام في الثورة كجسد واحد في الحركة والهتاف، ولا تجد بينهم اسما بارزا او قيادة معروفة لأنهم جميعا يحملون اسم واحد الألتراس. كان الظهور الأول للألتراس في مصر عام 2007 من مشجعي أكبر أندية كرة القدم في مصر الأهلي والزمالك، ثم امتدت لتطال معظم فرق دوري الدرجة الأولى. وبالرغم من صغر أعمار المنتمين لمجموعات الألتراس فإنهم يتميزون بقدرة تنظيمية فائقة تتجاوز حركات وتنظيمات سياسية عريقة. ففي أقل من 5 سنوات ضمت جماعات الألتراس آلافا من أعضاء الفعليين والفاعلين فيها، وقد ساعدت قدراتهم التنظيمية وخبراتهم في التعامل مع قوات الأمن المركزي في لعب دور المسؤول عن توفير الحماية للمتظاهرين والمعتصمين في أثناء ثورة يناير. وبدا هذا الدور جليا في موقعة الجمل، حيث وقف شباب الألتراس لحماية الميدان مكونين بأجسادهم دروعا بشرية لحماية المتظاهرين. وفي أعقاب الثورة عاد الألتراس لتصدر المشهد في أحداث شارع محمد محمود في نوفمبر عام 2011، وفي أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر من نفس العام، إلى أن وقعت حادثة استاد بورسعيد وسقط ضحيتها 74 من شباب ألتراس النادي الأهلي. فاعتصم شباب الألتراس أمام البرلمان احتجاجا على مذبحة استاد بورسعيد، وعلى مدار ما يقرب من العام ظل شباب ألتراس يطالبون في كل وقت وكل مكان بالقصاص العادل لشهدائهم، متبعين في ذلك الوسائل السلمية في التعبير عن الرأي، ليكسبوا بذلك تعاطف قاعدة واسعة من المجتمع المصري. لكنهم لم يتوقفوا عن التلويح بأنهم قد يلجؤون إلى وسائل غير سلمية إذا لم يتحقق القصاص، إلى أن قاموا بالأمس بالاعتصام أمام مقر البورصة المصرية بوسط البلد، وكذلك قطع طريق المترو عند محطة سعد زغلول، وآخر ما قاموا به هو قطع كوبري أكتوبر، ليمثل هذا جرس إنذار قبيل أيام من إصدار الحكم في قضيتهم.